جود مورنينج دادي. مينو هاد دادي؟ انا ايه لازم ضل اتمرن على الانجليزي مشان البراتيكس تبعي. ايه هلكتينا انت وهالبراتيكس تبعي. ايه جود مورنينج ماي دير براذر. واو بتقول مجدره برز ولا برغول؟ رز امي رز. ايه برغول. طيب ماي فزر شو؟ بلال مجدر أم سليم، هلأ رح ناكل فول والظهر عدس. إيه ما بيتحمل كلهم كل الحبوب بيوم واحد؟ طيب يلا خلصوني، رح يصير الظهر. إنت رح تجيبوا الفول؟ لا خلص الخبر بقوم. لا لا أبي شو تجيب أنت؟ أنا بجيبه. سامية تقبرين فوتي فيقي لأخوك حاجته خمة هالنوم. قومي خلينا مخطي عم بيتعب بدراسة الليل. مين قالك عم يدرس؟ عم يقعد يلعب على الكمبيوتر. إيه لا عم بيدرس ابني وبعرفه. بتضل بتصف مع اولادك ضدي. خلص ما لكم غدا، قوموا جيبوا الفولات. ساميه قومي ساوي قهوه، هاي ما بتنبسط غير على القهوه من ايديك. قومي. على عيني. يا سامي قوم جيب الفولات حبيبي، يلا وخذ المصاري من جيبه الجاكيت. بابا ممكن اطلب اتدين منك 200 ليره لاخر الشهر؟ ليش وهدول؟ في نازل جديد على السوق سيديات تعليميه. لحلك تخلص مصروفك. والله بتعرف المصاريف كتيره وخلصوا بيومين. طيب خد 200 بس، ها راح بخصمهم عليك من مصروف الشهر الجاي لحتى تتعلم كيف تعمل حساباتك مزبوط. شلون يعني مناوي تدلنا المصروف الشهر الجاي؟ بس نقبض زياده الراتب اللي وعدينا فيها ببقى بزيد لكم مصروفكم اوتوماتيكي. اوكي. ابي بتحب الفول بلبن ولا عادي؟ جيب من الشكلين، اخواتك بحبوه بلبن. على راسي. حاضر. لك بس يا اولاد. طبيعي. طيبين كثير هالفولات. يعني طرايا مثل الراحه. هن فولات يوم الجمعة سبحان الله إلو نكهة مميزة. ليش شو بيفرقوا عن فولات غير يوم؟ لأنه فولات يوم الجمعة فيهن نكهة العيلة وقت اللي منجتمع هيك حوالين الصفرة هالجمعة الحلوة. بكرة بس تتجوزوا إن شاء الله بتحسوا بمعنات كلامي. إيه ما في أحلى من جمعة العيلة. الله يا بابا، الله على التعبير شو حلو، نكهة العيلة. بدي ترجمها للإنجليزي واستخدمها بمادة التعبير. سليم ما عم تاكل حبيبي؟ أمي هذا الفول كتير تقيل على المعدة أول ما الواحد فيه من النوم. ما في شي تاني؟ سوري طبيبنا المقيم، إذا بتحب منجيب لك انترناشونال بريكفاست. لك شباب حاجتك بقى نازل فينا كلها من عند الصبح. خير مين هلا ابن الحلال؟ ليش مو بنت حلال؟ بعدين حدا من رفقاتكم؟ أنا لا. وأنا لا. بلكي حدا من الجيران؟ لك حاجة تحذر وتحلل وحدا منكم ينط يفتح الباب بقى. نط لك سعدان؟ نط نط. صباح النور. ما من أجر للأجانب، البناية اللي بعدنا. نو 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 مو أجر. أليس هذا منزل راجيب بوفاريس؟ إيه نعم هو. مين حضرتك بلا صغرة؟ ممكن أشوف وأتكلم معه لو سمحتي سنيورة؟ سنيورة؟ إيه إيه ممكن، ليش لا؟ بس يعني بدك تفوتي كل هدول الأغراض معي؟ سي 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 غراتسي غراتسي. ردي هالباب ردي. تفضلي تفضلي يا ميت. اهلا وسهلا يا بي. دادي المس عم تسال عليك. مرحبا سيد رجي.
اي نعم انا. اهلين اهلين، تفضلي يا بنتي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلي لهون لهون، تفضلي لهون اريح لك. سامي سليم سليم سليم. تفضلي يا بنتي تفضلي. اهلا. كانك بتفهمي عربي؟ نعم، تعلمت اللغه العربيه لعدة سنوات خصيصا لهذا اليوم. بشو بقدر اخدمك؟ ليش عم تسالي علي؟ بالاول ما عرفنا يعني من اين انت ايتها السيده. اسمي فيليتشينا. فلسطين؟ نو فيليتشينا، انا ايطاليه. ايطاليه؟ يا سلام، مبين مو جمال محل. جراتسي ايها الاخ الجميل. اخ طعشتك. ماي نيم از ساميا. زيس از سامي، مشروع محامي. الاخ سليم اكبرنا. سنه ثالثه طب بشري. تحبي افحصك؟ انت تاكلون فول يوم الجمعه؟ وشو بيعرفك انه عندنا فول يوم الجمعه؟ عندكم هيك بايطاليا؟ نو ماميتو حكت لي عنه، هذا فول مميز جدا، له نكهة العائلة. لا نكهة العائلة؟ إذا ماني غلطان من شوي نذكر التعبير الخاص بعيلتنا فوق هذه المائدة السعيدة. وفروم وير تو وير دو يو نو ماي فازر؟ اي ثينك في إنا. أنت تقرأين اللغة الأجنبية؟ أوف كورس، السنة الأولى أدب إنجليزي أنا. وعيطت ثلاث مرات. فيليشتينا فيليشتينا راجي فيليشتينا راجي بو فارس. فيليشتينا راجي بو فارس. هذا اسمي يعني انا. هاتي لشوف. أنت بابيتو، أنا البامبينو تبعك بابيتو. بابيتو؟ بامبينو؟ لا بابيتو مو يعني دادي؟ لا يعني بابا. بابا؟ بابا؟ أنا؟ أو بابيتو، حبيبي بابيتو، بيلا، حبيبي بابيتو. كافي. جراسي. هاتي لشوف من الأول. من وين لوين البابيتو تبعك يا شطورة؟ ماميتو قالت لي هذا. لك مين الماميتو اللي جاي تتبلع على جوزي؟ احكي لشوف. لا تتدخلي انتي، أنا بعرف استجوبة. شلون يعني ما اتدخل؟ شقفة مرتديلا طلياني مو معروفة قرعت البابيتو تبع منين جاي تخرب بيتنا سعيد ولسه بتقلي ما اتدخل؟ أمي روقي خلينا نفهم شو القصة. خلاصي وسدي حالك انتي، ما بدي روق لحتى اشوف هالفيلم الطلياني اللي فات على بيتنا. ولك انا بعرفهم قصص الطليان هدول، حافظتهم وباصمتهم عكتر ما كنا نحضر انا وابوكم افلام ايطالية بالسينما. يبقى يموت على الافلام الايطالية، مو هيك ابو سليم؟ خلصينا بقى لأتفاهم مع البنت. ايه يا بنتي شو اسم امك؟ اسمها فرانشيسكا دي سانتا لوتشيا. ايوه، وانت قديش عمرك؟ 29. ولي طلعت اكبر مني. طيب ممكن تتكرم بتحكي لنا حكايتك وكيف صرت انا ابوك على غفله؟ ماذا يعني على الغفله؟ على الغفله يعني فجاه صدنلي. تضربين انت لغتك شو مفشكله؟ سيربرايز. تضرب انت الثاني لغتك شو مفشكله؟ اكسيدنتلي. نو مو على القفلة. انت وماميتو فرانشيسكا تزوجتوا بالحلال عندما كانت تعمل طباخة بالامباسادورية ايطالياني، وعندما عملتوا طلاق دي فروسي هي ما قالت لك انها كانت هامل. هامل؟ وات هامل ساميا؟ بيبي. بيبي يس. كنت متجوز علي وحدة طليانية يا ابو سليم. نو سينيورا، بابيتو ما كان متجوز عليكي، كان متجوز قبلك، يعني متجوز على ماميتو. انت عامل هالعمله السودا دادي؟ ليش معتبرينها عمله سودا؟ هي عمله ايطاليه حلوه كتير، ما هيك دادي؟ تا
تاريكي يا دادي حجم تولي وما نادرياني. لا بقى لا بقى سبقت المسلسلات المصريه يا بي. بس بقى اي وحده كذابه هي والمبيته تبعها. ان شاء الله ما تكون كذابه. يا رب يا رب اظهر الحقيقه يا رب. قلت لكم اسكتوا بقى قوموا من هون. تركوني انا وياه على انفراد. وليش بقى على انفراد؟ ام سليم امشوا يا اولاد امشوا. هي اخرة العمر فضيحة ايطالية. نو ماميتو ما كانت فضيحة، ماميتو تزوجت بالحلال. وإلك عيب تحكي يا ام نص لسان. طولي بالك انت. قلت لكم اتركونا لحالنا. ايه هاتي لشوف، ارجيلي الوراق اللي معك، وإذا في معك صور للسنيورة فرانشيسكا. سي سي، في وراك وفوتو. هاي فرانشيسكا، وبابيتو. فرانشيسكا. كل هالعمر كان خداع يا أبو سليم. كله كان كذبة يا مراود. وقال شو؟ قال شو؟ بيتبجح وبيحكي عن الاستقرار العائلي ونكهة العيلة. أتاري يا ما تحت السواهي طليانيات ودواهي. أمي إن شاء الله طولي بالك حتى نفهم شو الحقيقة. لك أنه حقيقة هاي؟ ما الحقيقة باينة مثل عين الشمس. ما شفتيش لون صفر وشه؟ اصلا هلا لحتى فهمت ليش كان يشحطني معه مرتين بالاسبوع على السينما بحجه الافلام الطليانيه. وشي يقول لي هذا الفيلم لموسوليني، وشي يقول لي هذا لفليني. اتاري شو؟ اتاري بده يستعيد ذكرياته مع حبيبه القلب. لك اخو لي على حظي، يا ريتني فليت الحقيقه تفلاي بهداك الوقت. قال فليني. قال امي الله يوفقك رؤيا. ماميتو ماميتو بتعرفوا شو جاء عبالي زدته هو وياها بالحارة لبرا. لا ما بصير هاي مو أخلاق عربية. بعدين المخلوقة لساتها ضيفة ببيتنا. خلاص ولا لك يا أمي بعد شوي حتبطل تكون ضيفة وتصير من أهل البيت. أنا هيك قلبي حاسسني في أحلى من مفاجأة ماي سيستر. وأنت التاني خلاص ولا لا شي خلاص أمي. أنا كمان حاسة إنه أختي وقت شفتها دمي فار. مو الدم بحن. لا بحن. ولك حننك أبو ضريب يبس عرقبتك منك إلها. يا ضيعان تربيتي فيكم. وأنا توقعت إنه توقفوا مع مشاعر أمكن يا عيب الشوم. ولك يا ريتني ربيت قطط أحسن منكن. أمي هلأ نحن بشغلتنا آه؟ ليك نا قاعدين ومتعاضدين معك هون. إيه لأنه واضح إنه عجبتكن هالعملة السودة اللي عملها أبوكن بزمناته. شو فيها؟ خليك اصبر أمي بعدين شو عليه إذا طلعتنا أخت طليانية. أنا حاس إنه هاي ضربة معلم من البابيتو. يظهر كان عم يفكر بمستقبلنا قبل ما يجيبنا. بكرة بكره بتشوفي بس تنكشف هاي القصه قديش العالم راح تحسدنا عليها. لك حدا بصح له يكون عنده قريب حامل هيك جنسيه وبقول لا؟ فما بالك يا امي اذا كانت اخت طليانيه. تقبر قلبي شو كربوجي هالفلسطينه. ايه بدي زدكم انتوا وياها مو بالحاره بحاويت زباله. يا امي امي ان شاء الله يا اخي نحن وزدوا حدا امي خلص لك خلص بقوا انتوا وياها لسه حتاكدنا. يا الله يا الله يا امي طول عمري بحلم اني صير طلياني. بعدين بكره راح روح اختص بالامراض النسائيه الايطاليه. معك حق. يا رب يا امي تطلع اختنا وتمنحنا الجنسيه. على الاقل احسن من اختنا هي اللي ما منحتنا شيء بحياتها. ان شاء الله العين بتطرقك انت وياه. هلا انا صرت كخه؟ إيه اصلا انا بدي اياها تطلع اختي. خليها تحمل عني كتف بالمسح والجلي وتريحني من غلاظتكم شوي. هذا سقف طموحاتك يا مس. إيه لا يا سيدي، اصلا بكره انا بدي ادرس ادب ايطالي. شو حينفعني الادب الانجليزي؟ بزرع عاطله بزرع عاطله مثل ابوكن وانت كمان. هيك يا ابو سليم هيك تجوز طباخه الامبسادوريه هيك يا فجعان. من يوم يومك راكد ورا بطنك. قال شو فول يوم الجمعه بنكهه العائله. بس بدي افهم شو كان يتزهرم هو وياها يوم الجمعه لهي سنيورته السنكوحه الطليانيه. بيتزا الفصول 4. يا سليم يا اولاد تعوا خلصنا الانفرادي. طلعت اخوتكم. اختي 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 ليكي فيك تستعملي التخت تبعي وانا بنام على الصوفه وبتعيريني بنطرونك. بس ما تستعملي قلم الكحله تبعي لانه طالع لي جنجل بعيني. هلا هستي يا اختها ان لوني عينيك لوني عيناك. بسم الله. بتعرفي اختي انا تمنيت ما تطلع اختي بس يلا مشاعر الاخوه منيحه. رح اعترف بالحقيقه.
راح احكي لك كل شيء يا ام سليم، وبتمنى انكم تسامحوني. هذا بزماناته لما كنت طالب اشتغلت حارس بالسفاره الايطاليه، وقام وقع الحب بيني وبين الطباخ اللي كانت تدوقني من اكلاتها كل يوم، وبعدين اتجوزنا وما بعرف. عفوا بابا، ما في داعي تتعب حالك بسرد قصه حياتك ونبش الماضي. بعدين على شو بدنا نسامحك؟ انت ما غلط شيء. طبعا غلطت اول شيء بهيك قصه، وثاني شيء اني خبيت عليكم. وهي ظهرت الحقيقه السعيده، مو كله حلال بحلال. اصلا يا بابا نحن لازم نتشكرك على هالعمل الرائع. شكرا. شو هالحكي عن جد؟ يعني مالكم زعلانين مني؟ نحن ليش زعلان؟ بالعكس، بدنا نشكرك من صماصيم قلبنا لانك عاملنا هالاخت الطليانيه. هي طبعا هي هيك اخوات من هيك جنسيات يا بلا. اي احسن عمله بتعملها بحياتك يا بي؟ شو قصدك؟ بالعاده هيك قصص بيفتكروها الناس غلط، بينما طلعت عنا صح. شوف مفارقات الحياه شو عجيبه يا بي. هلا انت مخاصيتيني يا ام سليم؟ طباخه الامبسادوريه يا ابو سليم الطباخه. سامحيني خبيت عليكي، هلا الله يرحمها. ماتت السنيوره؟ سي ماتت وطلبت مني قبل ان تموت ان اخدر واتعرف على بابيتو. ولا يهمك تقبريني ولا يهمك، نحن اهلك وسترك وغطاكي، ولا يهمك يوم. اللي خلف ما مات، اللي خلف ما مات. الله يرحمها السنيورة، شو كانت حلوه وبنت حلال. صحيح انا ما شفتها بس مبين. تعيش وتفتكري حبيبتي، تعيش وتفتكري. اصلا انت احسن شيء سويتيه بهذا الظرف انك لجأتي لاهلك الحقيقيين. ما شاء الله شو صايرين اصحاب واجب. وانت ام سليم ما بدك تعزي مثل هون؟ طولي بالك ماي سيكوندو مامي. شو هي كمان ساكندو؟ يعني امي الثانيه. ايوه. هناك شيء اخر لم اخبركم به. شو؟ ليكون في عنا اخت طلياني كمان؟ نو، ماميتو قبل ما تموت كتبت لبابيتو نص ثروتها. نص ثروتها؟ قديش يعني؟ حوالي تقريبا 50 مليون ليرة ايطالي. 50 مليون ريال ايطالي؟ هدول قديش بالانجليزي؟ حوالي تقريبا 15,000 دولار. 15,000 دولار؟ لكن بالشرط. شرطي مثل ما بدك. أني منحني بابيتو جنسيته. لك تقبري قلبي ما أحلاكي. إذا هو ما منحك أنا اللي بمنحك ياها. أصلاً أنا من وقت اللي شفتك حبيتك من جوات قلبي، بس ما حبيت أظهر هاد الشيء قدام الأولاد لحتى ما يغاروا. ليكي فيفي، بنطرونك بياخد العقل. بدي واحد مثل طلياني، ما الله يوفقك. بتعرفي شي حدا من رفقاتك بالمافيا راسله على الإنترنت؟ عندك عنوان بافاروتي؟ ليكي فتوشة، الماميتا تبعك الله يرحمها ويحسن إليها علمتك كيف تنعمل اللازانيا والبيتزا وشو كمان؟ سباجيتي والسباجيتي علمتك كيف تنعمل على أصلك. ليكي شو بدي إلك؟ هلأ نحنا فينا نروح كلياتنا معك قشة لفة وتركبينا بهي الشخطورة وتمرقينا من تحت الجسر هذا تبع التنهودات؟ سي سي، لكن بالأول لازم يروح بابيتا مع إيطالي حتى أقدر أمنحه جنسية إيطاليانو، وبعدين هو بيمنحكن ياها. يا هيك عملي بيعملها الأباء يا بلا. برونتو بابيتا، برونتو، برونتو، برونتو. حاجتكن عي، خذوا الأغراض تبع أخذكن وساعدوها دخلوها على الأوضة. حبيبتي تذكريني شو كان اسمك؟ والله صعب علي شوي كان. فيليتشينا. فيليتشينا. أنا راح أحضر الغداء. الله يرحمك يا فرانشيسكا، ضروري كنت تخبي عني انك حبلي. حرمتيني القعدة كل هالسنين بإيطاليا وانا عم بحرط هون بهالوظيفة المعتة وعم بدبل قلبي مع ام سليم. ابو سليم تعال فوراً. جاي جاي. بابيتو، بدكم لازانيا بصوص كريم بلانكا او بصوص توميتو؟ اعملي من الشكلين بامبينو،
اللي بيحب بياكل من هاي واللي بيحب بياكل من هاي، نحن ما في شيء عنا بينكب. بامبينو اليوم جمعة، بتحب تاكل فول بنكهة العائلة؟ لا حبيبي، الفول تقيل على المعدة. هلا فينيتشينا بتعملنا لازانيا بنكهة الفاميليا. بونجورنو. بونجورنو فينيتشينا، كاس كابتشينو من فضلك. سي سليم، وان مومينتو. مين هالابن الحلال؟ ليش مو بنت الحلال؟ واعدين حدا من رفقاتكم؟ انا لا. وانا لا. بلكي الجيران. هلا حتتحذروا وتتفزروا، احد ينط يفتح الباب. بابا، المس كراميلا كاكاو راجي بوفارس من اثيوبيا عم تسال عنا. كراميلا كاكاو راجي بوفارس من اثيوبيا. ابوي